هنروح للمبادرة الرئاسية حياة كريمة واللي بتتواصل مرحلتها الأولى في عدة محافظات. النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تلقى تقرير من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي بيتم إقامتها ضمن المبادرة في محافظة البحيرة. وصل عدد القرى اللي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل محافظة البحيرة 8 قرى باستثمارات 260 مليون جنيه، واستفاد منه 243 ألف مواطن. معانا على التليفون الدكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير مبادرة حياة كريمة. مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور خالد، عايزينك تكلمنا عن حصاد مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة في محافظة البحيرة لحد دلوقتي، ويا ترى المبادرة بدأت قد إيه هناك أو من قد إيه؟ المبادرة تقريبا بتختتم يعني عامها الأول، دي المرحلة الأولى اللي بنستهدف فيها 143 قرية على مستوى الجمهورية موزعين على 11 محافظة. محافظة البحيرة الحقيقة من المحافظات المحظوظة في الوجه البحري لأن ممثلة بعدد 8 قرى، من أكبر المحافظات الممثلة معنا في الوجه البحري. متوقع كمان في المرحلة الثانية يعني في طور الإعداد ليها حاليا وهتنطلق خلال هذا الشهر، هتبقى داخلة معانا أيضا بحوالي 17 قرية، يعني في مجموع السنتين هيبقى فيهم 25 قرية. طب إيه الخدمات اللي قدمتها مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى للمواطنين في محافظة البحيرة يا دكتور؟ هو الجدير بالذكر ان المبادره انطلقت بتوجيهات من فخامه السيد رئيس الجمهوريه في عام 19، وبيقوم على التنفيذ التنسيق والشراكه بين ثلاث وزارات كبار: وزاره التخطيط ووزاره التنميه المحليه ووزاره التضامن الاجتماعي. وزاره التخطيط ووزاره التنميه المحليه بيتولوا المكون الخاص بتطوير البنيه التحتيه ومشروعات الخطه الاستثماريه، ودي زي ما حضرتك اشرتي بتستحوذ على الجانب الاكبر من تمويل المبادره. وزاره التضامن الاجتماعي بتستهدف السكان داخل القرى الاكثر احتياجا، فبتوجه جهودها للاسر الاولى بالرعايه وتطوير خصائص السكان او تحسين خصائص السكان في التعليم والصحه والعمل. معانا 8 قرى في محافظه البحيره استحوذوا على ما يعني ما يزيد ربع مليار تقريبا، ووزارة التضامن الاجتماعي بتشارك فيهم بحوالي 10 مليون جنيه موجهة لمن قرى، تم التنفيذ فيهم بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية اللي ساهموا أيضا بنسب تنفيذ. التدخلات وزارة التضامن بتتركز في المحورين الكبار: المحور تأهيل المنازل وربط المنازل او بالخطوط الخدمات العامه المياه الشرب والصرف الصحي، ودي في الثمان قرى في البحيره تم يعني خدمه ما يزيد عن 150 منزل. في محور السكن تمام. في محور الصحه ايضا تم تنظيم عدد كبير من القوافل الطبيه واجراء عمليات جراحيه وعمليات عيون وتوفير اجهزه تعويضيه تم خدمتها لما يقارب 600 شخص. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزيره التضامن ومدير مبادره حياه كريمه، شكرا لحضرتك.